والله تعبونا الشباب هذه الأيام بالأسئلة، تنزل مقاطع، والله تنزل مقاطع في جوالات هذه وسائل التواصل، يطلع واحد لا يعرف لا بالعلم ولا بالشيء ويقول حديث طويل ولا يجيب قصة، أو يقول هذا المكان جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وتبدأ الأسئلة. يا شيخ ايش رايك في ذا الكلام؟ إخواننا احنا فاضيلكم، والله الآن ما عندنا شغلة، صدق أنا أقول لكم الآن شغلتنا نحن إيش في الغالب. والله أسمع شيخ خالد، والله أنا رحت كنت في الفلبين في رمضان، وكان عندي درس كلمة بسيطة بين انتهاء صلاة العشاء وصلاة التراويح، رمضان والناس متهيئة لصلاة التراويح، صليت العشاء وجيت إليهم هم صلوا انتظروني. أول ما نزلت من السيارة جاني شاب فلبيني يجري، أنا قلت سبحان الله هذا إلا عنده إيش مشكلة معضلة، إيش عندك؟ قال سيلفي تصور معاك. قلت لا ما نبغى. راح والله طلعت من عند الصف الأول، أدخل أشق الصف وأمشي إلى المحراب حتى إيش أجلس على الكرسي وألقي الكلمة، وأنا ماشي في الطريق تك 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 تصاوير كله يصور. جلست الكلمة ذهبت، والله يا شيخ خالد أنا ما تذكرت أي كلمة، إيش ألقي كلمة؟ فقلت المترجم ترجم كل شيء. فقلت لهم بعد البسمل والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قلت والله بدأت أشك في نفسي، هل أنا مغني؟ هل أنا ممثل؟ إخواننا نحن في رمضان في بيت من بيوت الله، واللي يصور واللي سيلفي وكذا، إيش هذا؟ ما أسأل أحد سؤال واحد عن التراويح عن رمضان عن الصيام عن هذا أصبح الآن عندنا فقط تصوير مع المشايخ، والله صدق هذا الغالب، الله المستعان. أو يسألك أسئلة ما تدري من أين جاء بهذه الأسئلة، طبعا جاء بها من الشياطين. طب لماذا يا أخواننا؟ الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر، تمام، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منه. من أين نأخذ العلم اليوم؟ من أين؟ جوجل. والله اليوم نأخذ العلم ونأخذ الفتاة ونأخذ الأحاديث من جوجل، وجوجل زنديق. كيف تأخذ من جوجل؟ كيف زنديق؟ كيف؟ الآن إيش تريد أنت؟ تريد الربا حلال صح؟ اكتب لجوجل الأدلة على جواز الربا، يطلع لك مجلدات. تبغى الربا حرام؟ اكتب الأدلة على تحريم الربا، يطلع لك. تبغى تكفر مين؟ مين تبغى تكفر؟ رئيس هذه الدولة مثلا؟ اكتب لجوجل تكفير فلان، يطلع لك صح؟ تبغى أنه إمام أمير المؤمنين وإمام ولا يجوز الخروج عليه، اكتب له يخرج له. إذن زنديق. فبدأنا نأخذ العلم الآن من مين؟ من جوجل. ويجيك الشباب يسألوك إيش تقول في فلان؟ فلان صالح على الشيخ. واحد يسألني يقول إيش رأيك في صالح على الشيخ؟ قلت أنا تبغاني أزكي صالح على الشيخ؟ قال فلان يتكلم فيه. قلت اسمع، أنا أعتقد والله أعلم أنه صالح آل الشيخ حفظه الله أفضل مني ومنك، ولو نتكلم لو هناك أحد يتكلم في صالح آل الشيخ إحنا من باب أولى، صحيح والله. فكيف يا أخي تأخذ العلم من جوجل، من إنسان مجهول قال والله سمعت هذا الكلام من قناة من القنوات؟ قلت يا أخي أنت مشكلتك أنك ترجع للقنوات والجرائد. ما أحد سمعتم يوم من الأيام أنه أحد تخرج مدرسة جوجل فيه؟ إلا زنديق يطلع هذا، بس ممكن يطلع زنديق مدرسة جوجل. حتى في أحيانا يضحك عليك أحيانا لما تضعه في الخريطة جوجل ماب، والله يعطيك طريق طويل، ذاك اليوم أعطاني ساعتين إذا نوصل لهذا وتمشي وراه. هذه المشكلة، إيش تصنع لك؟